بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم في هذا الفيديو على تحليل المقدار الثلاثي على الصورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم، عندما ألف لا تساوي موجب ولا سالب واحد. ده بنسميه التحليل المقدار الثلاثي غير البسيط. لما كانت ألف بتساوي واحد أو سالب واحد كنا بنسميه مقدار ثلاثي بسيط. هنا الألف بقى مش هتساوي واحد، هيبقى فيه عندي هيزيد بقى في التحليل العدد اللي هنا بنختاره، اللي هو بيسموه احيانا تحليل بالمقص. فهذا النوع من التحليل فيه شوية مهارات، هو نفس الاولاني اللي فات ولكن فيه مهارات بسيطة هنشوفها في حينها. السؤال الاول بيقول حلل كل من 2 س 2 س تربيع زائد 3 س زائد 1. ده بنحلله كالآتي، أدا القوسين بتوعنا اللي أنا بركز عليه دائما. الإشارة دي لو موجب يبقى أنا عاوز العددين اللي هجمعهم يدوني الحد الأوسط. طب هنا العددين عبارة عن إيه؟ العدد اللي بيبقى هنا بضربه في اللي هنا اللي هما بنسميهم وسطين، واللي هنا مع اللي هنا بنسميهم طرفين. بنجمعهم بالإشارات اللي بنختارها بناء على الإشارة دي. إذا كانت الإشارة دي موجبة يبقى الإشارتين اللي في المنتصف هيبقوا نفس الأوسط، إذا كانت سالبة هيبقوا الإشارتين اللي في المنتصف هيختلفوا، كل واحدة مختلفة عن التانية، على واحدة موجبة والتانية سالب، واللي العدد بتاعه كبير بعد حصول الضرب هو بيكون بياخد إشارة الأوسط. ففي السؤال اللي عندنا ده الإشارة موجبة، يبقى الواحد ده بنحلله واحد في واحد، دي مفيش فيها كلام. الإشارة موجبة يبقى أنا عندي الإشارتين بالموجب. طب 2 س هي الاتنين مفيش غير 2 في 1، يبقى 2 س في س بنضرب دول ودول ونجمعهم يبقى السين، و2 س ب3 س يبقى كده تحليل صحيح. نشوف السؤال الثاني، 3 ا تربيع، يبقى هنقول 3 ا في ا، والاتنين هنشوف بقى نحطها فين. الوقت قبل ما نشوف هنحطها فين، انا عندي الاشارة هنا موجبة يبقى الاشارتين نفس النوع، واجمع العددين نفس نوع الاوسط موجب وموجب، والوسطين بجمعهم مع الطرفين. الاتنين في واحد، لو انا حطيت الاتنين هنا هتبقى 2 في 3 ب6، اجمع معهم 1 يبقى 7. طب لو حطيت الاتنين هنا هيبقى 3 في 1 ب3، والـ2 في 1 ب2، والـ1 في 1 ب1، يبقى مجموعهم 4، انا عايز 7. يبقى لازم اشوف هنا الالف، هنا دي 3 ا ودي الف، يبقى انا اشوف 3 ا اضربها في مين؟ في الاتنين عشان اجمع مع الواحد، يبقى 6 و1 7، يبقى احط الاتنين هنا، يبقى هي دي طرف اضربها في الطرف والوسط اللي هو 1، يبقى كده خلصت تحليل. السؤال بعد كده 5 في 5 في 1، يبقى 5 ع في ع. الإشارة هنا موجبة يبقى الإشارتين نفس إشارة الأوسط، وهجمع. لو انا حطيت الاتنين هنا 2 في ع ب ع، و5 في 1 احط هنا الاتنين وهنا الواحد، يبقى 2 و5 7 بجمع. طب لو انت حطيت الاتنين هنا تبقى 2 في 5 ب10، ودي 1 يبقى 11، لا انا عايزة 7، يبقى خلي الاتنين هنا، 2 في ع ب2 ع، و5 ع مجموعهم 7 ع. ها 3 س و س 5، انا عايز ايه الفرق؟ عددين الفرق بينهم 14.
لو حطيت الخمسة هنا يبقى خمسة واطرح منها التلاتة هيبقى الفرق 12. خمسة تلاتة اتنين. طب لو حطيت الخمسة هنا، تلاتة في خمسة وخمستاشر، أشيل واحد يبقى 14. طب مين ياخد الشرط الأوسط؟ ما الطرف ده أو ده في ده، بحط السالب هنا، هنا موجب، عشان سالب موجب في سالب بسالب 15، أضيف عليهم سين واحد تديني 14 اللي هو الأوسط. السؤال بعد كده، خمسة سين 12، يبقى نقول ايه؟ خمسة خمسة سين سين ال 12 هي عبارة عن تلاتة في أربعة. طيب أنا عايز كام؟ أطرح ويدي أربعة بعد الطرح. لو حطيت هنا أربعة في خمسة بعشرين، شيل تلاتة مش هتم. طيب لو حطيت هنا أربعة وهنا تلاتة يبقى 15. هنشيل لو حطيت تلاتة وأربعة مش نافع، هنا أربعة هنا 15 هنا تلاتة، 15 شيل أربعة يبقى 9. أنا عايز أربعة بس، يبقى نشوف الاتنين في ستة بقى. لو حطيت هنا الاتنين وهنا الستة يبقى 30، نطرحهم مش هيدي 28. يبقى نحط هنا الستة وهنا الاتنين، 2 في 5 بـ10، 6 من 10 يبقى ايه؟ 4 ليني. يبقى الاتنين في 5 بـ10 دي موجب والتانية سالب. 3 دي 6، رقم 6، 3 سين في، انا عايز 10 المجموع. لو حطيت هنا 3 2 4، 3 في 4 و2 كمان يبقى 12. طب احط هنا 2 في 3 ب6 و4 10، يبقى كده 4 هنا و2 هنا، 2 في 4 8، 3 س في س 3 س تربيع، هنا موجب هنا موجب، يبقى 4 س و6 س ب10 س. نشوف 8، نشوف فيها طريقة تانية. ادي الخمسة ألف اهي، وادي الألف لسه بقى 16. هتيجي في جنب كده اهو وتقول الخمسة عبارة عن خمسة في واحد، خمسة هنا واحد هنا. جرب 16 بقى بسرعة كده. ممكن تاخد 2 في 4، نخلي الاتنين هنا والأربعة هنا. الاتنين في خمسة ب10، الأربعة في خمسة الأربعة في واحد بواحد. طب أنا هجمع عشان دي موجب. طيب العشرة وأربعة 14، أنا عايز 18. طيب نخلي أربعة هنا، أربعة في خمسة بـ20، هي أربعة في أربعة بـ16، اتنين في تمانية أو اتنين في تمانية، هي تمانية في اتنين مثلا، اتنين في خمسة بـ10، وواحد في اتنين في خمسة بـ10 وتمانية 18 كده تمام. يبقى انا شفت بقى ده واحد في تمانية بتمانية، واتنين في خمسة بـ10 وتمانية 18. يبقى هنا هاخدهم كده، واحد يتضرب في التمانية اللي هو ده، واحد في التمانية، والاتنين تتضرب في الخمسة. هنا الإشارات نفس إشارة الأوسط، يبقى تمانية وخمسة في 10 خمسة، باتنين في خمسة بـ10، يبقى كده ايه التحليل بتاعنا. سؤال 9، 3 صاد في صاد انا عايز ايه؟ 7 هطرح. طب الستة عبارة عن برضو نقدر نعملها زي دي، بتلاتة وواحد واتنين وتلاتة،
قلنا هنطرح عشان إشارة هنا سالب. طب لو قلت 2 في 3 ب6 و2 في 1 ب2، 2 من 6 مش نافعة. 2 في 3 ب6 دي 3 في 3، 2 في 3، 2 في 3 في 3 ب9، شيل 2 يبقى مظبوط 7. لكن لو عملنا كده 2 في 3 ب6 و1 في 3 ب3، 6 3 من 6 3، يبقى هي دي 1 في 2 و3 في 3. يبقى هنا اضرب التلاتة في مين؟ في 3، والاتنين في 1 ص في 2. يبقى كده ديت اللي هتاخد إشارة الموجب السالب ودي الموجب. كل ده بنفس الطريقة بقى تشتغل. هنشوف كمان سؤال في جيم 11. ادي 4 ص 2 ص في 2 ص. انا هطرح العدين عشان شرى سالب، عايز 5 5 بينهم. يبقى هنقول 2 في 2 اللي هي الص، و21 3 في 7. هطرح 2 في 7 14، 2 في 3 ب 6، 6 من 14 8. طيب هو ال21 ما فيش غير 1 في 7، 3 في 7، يبقى الأربعة دي بتحرك معاها. واحد نحلها بقى ايه، 1 و4، يبقى هنا 4 وهنا 1. 7، 3 في 4 ب 12، 7 من 12 مظبوط كده، 7 من 12 5. ادي 1 في 7، يبقى هخلي ديت نشيل الاتنين دي والاتنين دي كمان واعمل لها 4، يبقى ص في 4 ص. قلنا الواحد هيتضرب في 7 والتلاتة في مين؟ في 4. يبقى انا عايز التلاتة هنا عشان تبقى دي مع دي، وهنا ايه 4. 3 في 4 ب 12، ودي 7. 7 في 1 من 12 5. الكبير مين ده؟ يبقى ده ياخد اشارة الاوسط وده اشارة مخالفة. تاني اهو التحليل بتاعي اهو. اشارة انا سالب، يبقى انا عايز عددين هطرحهم بعد ضرب الاطراف. بطرحهم مش بجمعهم، يديني 5. العدد اللي بنجرب هنا 1 و4 و3 و7، بيديني كده ده في ده وده في ده. يبقى 1 و7، 1 و4 ادي ص و4 ص و3 و7. طب الإشارة سالب بنطرح، يبقى الكبير بياخد إشارة الأوسط اللي هي الموجب والتاني سالب. اتنين سين تربيع ناقص 50 ص، 2 ص تربيع. شوف دي زي دي زي دي، ناخد دي دي وسيب دي، دي زي بعض، ناخد دي 2. 3 س، التلاتة مفيش غير 3 في 1، 3 س في س، والسبعة مفيش غير 7 في 1. يبقى انا هطرح انا سالب، يبقى انا هطرح العددين. طيب لو انا اخدت 7 هنا يبقى 7 شيل 3 تدي 4. طب لو اخدت 7 هنا، 3 في 7 ب 21، انطرح منها السين يديني 20. يبقى 7 بتاخد الاشارة بتاع السالب عشان تبقى السالب 21، ودي موجب 1 مطرح من الدين ده. طيب نشوف كده. ديت 6، 2 في 3 6 و2 في 3، وتجمع 2 في 3 يبقى 5. ناخد السؤال رقم 5.
اللي هو 10 ألف تربيع زائد 11 ألف باء ناقص 18 باء تربيع. بنجرب العشرة، 2 ألف في 5 ألف، 18. أنا عايز عددين أطرح الوسطين يديني 11. طيب التمنتاشر 3 في 6، ناخد 3 هنا، 3 باء، وهنا 6 باء. 3 في 5 ب15، 2 في 6 ب12، طرحهم مش نافع. طيب نجرب أرقام تانية. طب عشان أسأل الموضوع على نفسي أعمل إيه؟ أسيب الأرقام دي في الآخر محطهاش، يعني أعمل كده، هقول ألف ألف وباء وباء. الأرقام اللي عندي احنا قلنا العشرة 2 في 5، و18 3 في 6، 2 في 6 3 في 5، مش نافع كده ولا كده. دي 30 هتطرح منها 6 مش جاية برضو. طيب نجرب مثلا 2 في 9، 2 في 5 ب10، 2 في 9 ب18، 2 في 5 ب10، 2 في 9 ب18، شيل 10 من 18 تبقى 8، برضو مش نافعين الأعداد دي. طب نجرب بقى 10 في 1 و 18 في 1، برضو مش نافع. طيب نجرب بقى 18، 2 في 9، 1 في 9 ب9، 2 في 10 ب20، 9 من 20 11، يبقى هم دول، يبقى هم دول الأرقام بتاعتي، 1 في 9 و2 في 10. طيب يبقى الألف هتاخد 1 وهتاخد 10، خلاص. يبقى إذن الألف هتاخد 10 و1، والباء هتاخد ايه؟ هتاخد 2 في 9، عشان اطرح 2 في 10 ب20 اشيل منها 9 تديني 11. طب الكبير بقى، العدد الكبير فيه 2 في 10، يبقى ياخد اشارة الاوسط، ودي اشارة مخالفة، يبقى الناتج بتاعها 10، 10 ألف ناقص 9 باء، في ألف زائد 2 باء. نشوف السؤال ده عشان ننتقل لمجموعة أخرى، دي 7. سين أس 4 تبقى سين تربيع في سين تربيع، الصاد تربيع تبقى صاد وص. نجرب بقى الـ7، 1 في 7 دي مفيش فيها كلام. طيب التلاتين لو خدت 2 في 15، اتنين وخمستاشر، ده 15 × 7 ب14 يبقى 29، يبقى مش نافعة 2 و15. طيب نجرب حاجة تانية. طب نجرب 1 في 7، احنا خدنا 1 في 7، نجرب 1 في 30 بقى، 30 في 1 1 في 30 ب30، شيل 7 يبقى 23. يبقى احنا قلنا هنا بقى دي هتبقى 7 س في س، والـ30 هتبقى هنا و30 وهنا، 30 هتاخد إشارة الأوسط، يبقى موجب 30، أما دي سالب، 30 ص، شيل 7 س ص تديك 23. المجاهيل بقى دي س
سين تربيع يبقى سين سين أس أربعة يبقى سين تربيع وسين تربيع، الصاد تربيع يبقى صاد وصاد، تاخد نص الأس، نص الأس بناخده. خلاص كده ننتقل للمجموعة الأخرى. حلل المقادير دي اهو، دي نفس اللي فات اهو. ناخد بقى حاجة جديدة زي دي، ناخد جيم سبعة 21 س تربيع ص تربيع، 6 س تربيع ص تربيع، ص تكعيب ناقص 15 س تربيع ص أس 4. في البداية مسألة زي ديت بناخد العوامل المشتركة، أنا عندي ال 21 وال 6 وال 15 بينهم عامل مشترك 3، الس تربيع س تربيع س تربيع هي س تربيع، ص تربيع ص تكعيب ص أس 4 هناخد منها ص تربيع، دي عامل مشترك. وما يبقى في القوس نحلله، 21 على 3 في 7، س تربيع على س تربيع في 1، ص تربيع على ص تربيع في 1 موجب، 6 على 3 في 2، س تربيع على س تربيع 1، ص تكعيب على ص تربيع في ص، سالب على موجب سالب، 15 على 3 في 5، س تربيع على س تربيع في 1، ص أس 4 على ص تربيع في ص تربيع بتساوي، ونحلل بقى. 3 س تربيع ص تربيع زي ما هي، افتح القوسين بتوعي، السبعه ما فيش غير 7 في 1، والخمسه ما فيش غير 5 في 1. طيب انا عايز عددين اطرحهم عشان هنا سالب، يبقى انا هطرح العددين من بعض يديني 2، يبقى انا احط الخمسه، لو حطيت الخمسه هنا هيبقى 5 7 35، اشيل 1 يبقى 34، يبقى انا احط الخمسه الصاد هنا، هنا هيبقى فيه هنا 5 ص وهنا ص، علشان دي 5 من 7 2. طيب الص تربيع حللناها ص وص، الإشارة الكبيرة بقى عند الكبير، الإشارة الأقصى عند الكبير، الكبير اللي هو 7 يبقى هنا، عشان أضرب 7 في موجب ص، أو الخمسة في 1 يبقى هنا السالب 5، ص في 1 بسالب 5، تطرحهم الاتنين من بعض يديك 2 ص، بكده احنا تحليلنا صحيح. طيب نشوف كمان المسألة رقم 8، بتلاحظ ان عندك هنا في عامل مشترك ال 12، ال 12 وال 80 هناخد 3 عامل مشترك، الأربعة في تمانية باتنين وتلاتين، والواحد في أربعة بأربعة وتلات سبعة، مش تنفع ال 12 على بعضها، يبقى هناخد 4 مشترك في الأعداد، هنا جيم دال وهنا جيم دال وهنا جيم دال، يبقى برضه ناخد جيم دال مشترك، جيم زائد دال، جيم زائد دال، وأفتح قوس، بقى إيه؟ هنا 3 س تربيع على 4 في 1، 28 على 4 في 7، س 80 على ال 4 في 20، ونحلل بقى اللي جوه القوس، يبقى 4 ج زائد د 3 س، التلاتة مفيش غير 3 في س، وهنا س. طيب العشرين بقى أنا عاوز عددين أجمعهم، يعني لو حطيت العشرين وجمعت معاها التلاتة هتبقى 23 على 7، عايز أجمعهم لأن هنا موجب، الإشارتين هيبقوا بالموجب هنا، طالما دي موجبة يبقى الاتنين نفس الإشارة الأوسط، وعايز حاجة أجمعها. طب ناخد 5 و4، 3 في 4 ب 12، و5 كمان يبقى 17 مظبوط، يبقى 3 احط هنا على 4، يبقى 3 في 4، وهنا 5 في س، انا بضرب الوسطين والطرفين واجمع، يبقى كده انا خلصت التحليل.
نشوف ايه بعد كده في التمارين. حلل رقم 4، المجموعة رقم 4. اتنين س في س زائد 3 زائد 13 س زائد 24. المسائل زي ديت لابد تفك القوس الاول وبعد كده تحل ديت ودي زي بعض ودي ودي، كل التلاتة دول زي بعض ودي كمان. فاحنا ناخد مثلا واحد والتلاتة، اتنين في س، اتنين س في س باتنين س تربيع، زائد اتنين س في تلاتة بستة س، زائد 13 س زائد 24 بتساوي 2 س تربيع 6 و13 19 زائد 24 بتساوي ال 2 س في س، مفيش غير 2 في 1 ال 24 بقى. لو انا عايز عددين اجمعهم يبقى هنا الاشارات نفس اشارة الاوسط، وهجمع الحدود دي اللي هجمع الوسطين مع الطرفين يدي 19. طيب ال 24 لو خدت 4 في 6، لو حطيت ال 6 هنا، 6 في 2 ب 12 و 4 يبقى 16، يبقى مش نافع 4 في 6. طب ناخد 2 في 12، لو خدت اللي 2 هنا، 2 في 2 ب 4 و 12 يبقى 16. اخد 3 في 8، ناخد ال 3 في 8، ال 2 في 8 ب 16 و 3 19، يبقى خلي ال 3 هنا وال 8 هنا، 2 في 8 ب 16 و 3 19، يبقى كده خلاص التحليل. شوف 3 كم، 3 اللي هو ده، يبقى 5 بتربيع جمعية وفك ده في ده، سالب 4 في 7 ب 4 في 7 28، س ص سالب في موجب بسالب، 3 في 4 ب 12 س تربيع. الخمسة مفيش غير خمسة صاد في خمسة في واحد صاد. الاتناشر بقى أنا عايز أعدينا حل أضربهم والفرق يديني تمانية وعشرين. الاتناشر عبارة عن خمسة في ست، اتنين في ست، خمسة في ستة 30، شيل اتنين تبقى 28، يبقى دي شرط سالبة اللي هو الأوسط ياخد خمسة في ستة والتاني موجبة. ننتقل لمجموعة الأسئلة الأخرى. أكمل، هو قال خمسة س، خمسة س في س، والسبعة بقى أنا عايز اتنين وأطرح، يبقى أحط سبعة هنا والواحد هنا، سبعة بالسالب وخمسة بالموجب يبدي اتنين. تلاتة س مفيش غير تلاتة س في س، والتمانية هو قال لك أربعة يبقى اتنين، لأ أربعة و أربعة وستة عشرة، تلات س تربيع طبعا قال اتنين س واتنين هنا، يبقى اتنين في تلاتة س، ودي اتنين في خمسة. ماشي، تعال بقى نشوف دي، اتنين س تربيع س، يبقى هنا اتنين س، ستة انا عايز الفرق بينهم واحد عشان دي سالب، يبقى الفرق بين اتنين في تلاتة، لو خدت اتنين هنا وتلاتة هنا هيبقى كده ستة، شيل اتنين مش هتنفع، يبقى خلي الاتنين هنا والتلاتة هنا، تلاتة شيل اتنين شيل أربعة، يبقى باقي واحد.
خمسة سين، يعني عملت سين في صاد يبقى هنا خمسة سين التانية صاد في ايه؟ انا عايز تلاتة. انا عندي هنا كام؟ سين صاد، خمسة سين صاد، يبقى انا خلي اتنين عشان اشيلها من الخمسة يدي تلاتة. طيب اصبحت اتنين ايه ديت؟ هنا صاد اتنين صاد، يبقى هنا ايه؟ اتنين صاد تربيع. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول اوجد قيمة ج التي تجعل قبل كده هنشوف، شوف المجموعة الأخرى دي. إذا كانت س زائد واحد أحد عاملي المقدار، عاملي يعني إيه؟ يعني أما بتيجي تحلل المقدار ده بيتحول إلى قوسين، كل قوس منهم بنسميه عامل. فالعامل الأول اللي هو س زائد واحد، يبقى العامل التاني كام؟ هيبقى خمسة سين وهنا سبعة، مفيش غير واحد في سبعة وخمسة في واحد. أنا عايز عددين الفرق بينهم، الفرق بينهم كام؟ اتنين، سالب اتنين، يبقى أنا عايز هنا سالب عشان تبقى خمسة سالب سبعة بسالب اتنين. طب إذا كان ده أحد العاملين يبقى عندي اتنين سين سالب سبعة. المسألة زي دي بتبقى سهلة خالص، انت هو اداك اتنين سين يبقى بقى اتنين سين، ادالك سبعة يبقى بقى واحد وعشرين. طيب هنا هيبقى موجب لان شرطين مختلفتين، هو اداني اشارة سالب يبقى التانية موجب. نتأكد اتنين سبعة اربعتاشر بالسالب، واتنين في واحد وعشرين باتنين واربعين، دي سبعة في تلاتة. تلاتة في سبعة بواحد، اتنين في سبعة اربعتاشر، اتنين في تلاتة بستة، ستة من اربعتاشر تمانية. أوجد قيمة ج التي تجعل مقدار يقبل للتحليل. هنا ج، هنا س وس والخمستاشر. لو خدنا تلاتة في خمسة هنطرح عددين من بعض يديني، عشان دي سالب هنطرح على دي، يديني واحد. طيب لو انا قلت تلاتة في س وخمسة، اطرح منهم، اطرح من بعض يديني ايه؟ اتنين. يبقى لو انا اخدت ده هي اتنين وده واحد، يبقى تلاتة في اتنين بستة وخمسة من ستة واحد. الاشارة الموجبة عند الستة هنا، موجب هنا ستة، تبقى الجيم بكام؟ اهي الجيم اللي هي المعامل السين تربيع اللي هو واحد في اتنين، الجيم يبقى الجيم بكام؟ باتنين. هنا نفس الكلام، سين وسين تلاتة، انا عندي هنا ستة. لو انا اخدت هجمع، لو اخدت ستة زي ما هي كده واخدت هنا واحد واخدت هنا اتنين، اتنين في ستة باتناشر، واحد تلاتاشر، يبقى هنا سالب وهنا سالب. خلاص تبقى ج بكام؟ ج بمعامل السين تربيع اللي هو واحد في اتنين، يبقى ج برضو باتنين. مستطيل مساحته، المساحة، أوجد بعدين ممكنين له بدلالة س، ثم أوجد ق محيطه عند س بتلاتة. المساحة هنفك نحلل اتنين س في س وخمسة وتلاتين
خمسة في سبعة، لو خدت اتنين سبعة باربعتاشر وخمسة يبقى مظبوط، خمسة وسبعة، خمسة س واربعتاشر س بتسعتاشر س موجب وموجب، يبقى دي البعدي بتوع المسطرة، الطول والعرض هما دول البعدين بتوعها. طيب عايزين المحيط، المحيط بتساوي الطول زائد العرض في اتنين، يبقى اتنين في، نجمع دول، اتنين س وس تلاتة س، خمسة وسبعة اتناشر، ده كده المحيط. طب عاوزين بقى بدلالة س بتلاتة، يبقى المحيط بدلالة س بتلاتة، نشيل س ونحط تلاتة، يبقى اتنين في تلاتة في تلاتة بتسعة زائد اتناشر، اتنين في واحد وعشرين باتنين وأربعين. حلل كل مما يأتي، هنا بقى علشان نحلل بتلاحظ ان ده قوس تربيع، هو نفسه القوس من غير تربيع وما فيهوش موجود هنا، يبقى انا بحلل دي كأنها مقدار ثلاثي عادي، يعني كأن دي س ودي س تربيع، هفتح قوسين كده يبقى تلاتة واحد. أربعة ألف زائد باء عبارة عن، أنا عايز إيه؟ مجموعهم حداشر، الفرق بينهم حداشر، يبقى هخلي هنا اهوت أربعة ألف زائد باء، لما اضرب تلاتة في أربعة بكام؟ باتناشر، يبقى النشارة بتاعك كبير موجب، وهنا واحد في ألف زائد باء، واحد في ألف زائد باء، بقى أنا عندي قوسين كبار اهمت زي التحليل ده، ده هتبقى شرط سهل. ألف زائد باء أطرحها من اتناشر، من اتناشر، تلت في أربعة باتناشر، ده قوس اتناشر يديني حداشر، ده التحليل بالشكل ده. نبسط شوية، يبقى تلاتة سالب ألف زائد باء في واحد زائد أربعة ألف زائد أربعة باء، جمع دي كده قوس وده قوس، خلاص كده. نشوف التاني، السؤال الأخير برضو نفس الكلام، اتنين س زائد تلات ص، اتنين س زائد تلات ص، اتنين س دي هيبقى اتنين س زائد تلات ص، و س ناقص ص دي تربيع ودي تربيع، يبقى نحللها، ده كأن ده س ص س ص ص، يعني ده القوس ده هو ده والقوس ده هو ده، تحليل ده وتحليل ده اضربهم في بعض يدينا ده، يبقى عندي قوس كبير كده تلاتة في اتنين س زائد تلاتة ص، ده القوس الأول، بقيته لسه هيبقى هنا، القوس التاني باتنين س زائد تلاتة ص، ده هيبقى اتنين في س زائد ص، أنا عايز أطرحهم، يبقى أخلي هنا اهوت اتنين س زائد ص، والإشارة بتاعت الصغير دوت هتبقى موجبة، وهنا س
زائد ص، هتضرب ده في ده اتنين وده في ده بتلاتة. يبقى فك بقى تاني، يبقى تلاتة في اتنين بستة، س 9 ص 2 س 2 ص، ده القوس حولناه من كبير لصغير، وديت 2 س 3 ص ناقص س ناقص ص، جمع 6 س و2 س 8 س، 9 و2 11 ص، 2 نشيل 1 يبقى س، 3 شيل 1 يبقى 2 ص. كده خلصنا الدرس الثاني، وإن شاء الله نحل التراكمي بتاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.